كان القدر الموالي بأحلام الشباب ولم يفتني، كأن صبايا قد ردت رؤاه على جفن المساعد، أو كأني يكذب فيك كل الناس قلبي، وتسمع فيك كل الناس أذني. وكم طافت علي ظلال شك، أقضت مضجعي واستعبدتني، كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني، على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني. وما أنا بالمصدق فيك قولا، ولكني شقيت بحسن ظني، وبي مما يساورني كثير من الشجن المؤرق، لا تدعني تعذب في لهيب الشك روحي، وتشقى بالظنون وبالتمني. أجبني أجبني إذ سألتك، هل صحيح حديث الناس خنت ألا تخن؟ مشاهدينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقات برنامج أنت والشاشة التي رافقناكم من خلالها على مدى أكثر من عام في 3 دورات، والتي نأمل أن نكون قد قدمنا من خلالها ما يسعدكم ويرضيكم. كما أشكر كل الأخوة الذين تابعونا وكانوا معنا، والذين كتبوا لنا، والذين أطروا علينا، ولساننا عاجز عن الشكر، ونأسف للأخوة الذين لم نستطع أن نظهر رسائلهم كلها، لكن أود الحقيقة أن أطمئنهم بأن كل رسائلهم في الحفظ والصون. الرسائل كلها لو نشوف في هذا الملف موجودة ومبوبة، وسوف تأخذ طريقها إلى النور إن شاء الله من خلال البرامج القادمة. هذه بعض الرسائل التي لم يحالفها الحظ، سوف أحولها إلى كل البرامج المسؤولة، وخاصة الإخوة الذين يطلبون أغنيات ستحول رسائلهم إلى برنامج ما يطلبه المشاهدون. أما بقية الرسائل فسأحتفظ بها لنفسي لإذاعتها في برامج أخرى قادمة إن شاء الله. لا يفوتني هنا أن أشكر كل الإخوة العاملين معنا، وأن أشكر أولا إدارة التلفزيون والذين عملوا في هذا البرنامج، وخاصة قسمي مونتاج الفيديو والسينما لتعاونهم المتواصل معنا. ونبارك للناجحين وناجحات، ونتمنى لمن لم يوفقوا هذا العام كل الخير والنجاح في الأعوام المقبلة، ونشكر كل المربين والمربيات الفاضلات. وقبل أن أنهي حديثي، كما عودتكم دائما أن أقول حكمة هي بيت من الشعر يقول: يا من يعز علينا أن نفارقهم روحنا، كل شيء بعدكم عدم. شكرا.